فأبت عيونك أن تطيع الأدم وسمعت عن رزء الحسين وأوشكت قبل المنية روحك أن تطلع يا ليت شعري ما تصنعي. حوار بين زينب وبين أم البنين تقولها أمه أم البنين سمعت عن قتل أولادك الأربعة فما أطعت عيناك ما بكيت يا أم البنين لكن أشوف بس ذكرنا الحسين وأن الحسين قتل وإذا بك تكاد روحك أن تخرج من بدنك. أمه يا ليت شعري ما تصنعي لو رأت عيناك يا أم البنين المصرعا. ونظرت يا أم البنين بعينك شمرا على صدر الحسين. يا الله بس سمعت بكيتي إذا شلون لو تشوفين المصيبة بعينك. ونظرت يا أم البنين بعينك شمرا على صدر الحسين تربعا يفري بصارمه وتين محمد يفري بصارمه وتين محمد ويسب فاطم والبطين الأنزع. والله يا أم البنين والله لو جئت الطفوف لقلبك عند الوداع على الحسين تصدعا. أتصبرين ورأسه فوق القناة أتصبرين ورأسه فوق القناة والصافنات يعني الخيول والصافنات ترض منه الأضلعا. ما بالك والسهم مزق قلبه ما بالك والسهم مزق قلبه وأبى سوى من ظهره أن ينزع. ورأيت يا أم البنين رضيعه ورأيت يا أم البنين رضيعه ضامن وغير نجيعه لم يرضع. يم البنين الأربعة
نصبي عزية ذبحة وبنينج في طفوف الغا جعفر عفير وعون وعبد الله ذبايح وشايل الراية صوب شاط المطايح بيهم صحت بس ما يسمعون الصوايح عافاني كلهم في طفوف الغاضر عافاني كلهم في طفوف الغاضر يم البنين الأربعة رفعوا لك الراس ما قصروا يشهد الباري وتشهد الناس ومحد وفى لحسين مثل البطل عباس سوى الهواي في طفوف الغاضر مثل البطل عباس ما شفنا بالطفوف مثل البطل عباس ما شفنا بالطفوف آلاف تترادف علي برماح وسيوف وكل ما حمل طارت رقابي وطارت جفوف ما حد وقف لفي طفوف الغاب مثل البطل عباس ما شافت العدوان كل ما حمل بالمعركة فرت الفرسان طبل الشريعة وترى السجودة وطلع عطشان وانذبح ضامي أخويا في طفوف الغاض ضمتها أم البنين إلى صدرها اسمع هاي الكلمة ضمتها إلى صدرها بني زينب تبكين على أبو فاضل زينب تصيحين على عبد الله على عون على جعفر أولادي زينب سمعي هاي الكلمة شنو عندك أمه قالت راس البطل عباس والشفين والعين يلا حبيبي وياي راس البطل عباس والشفين والعين وجعفر الغالي وعان وعبد الله الطيب بعد وامهم يا زينب أقل فدوة روح لحسن يا الله وامهم يا زينب أقل فدوة روح لحسن ويسلم الوالي في طفوف الغا صاحت الحارة والدمع باليجري بالخدوخ يم البنين لا ترقبين حسين يم الأربعة يعود أتعفر مع أولاديك وما ضمتهم الحوت وما حدفنهم في طفوف الغاب
اسمع يم البنين وين يعود طاغية خمد انفاسايا عقب ما سب الدعي وبن عال داسخ اخ مكان الصارم في وتينا وقطع راه وويلاه وويلاه وين يعود طاغية خمد انفاسايا عقب ما سب الدعي وبن عال داس مكن الصارم في وتينا وقطع راس وظلت الجثة في طفوف الغار